بشار، احنا بإذاعة 24 اف ام عملنا حملة اسمها ست الكل، وبهاي الحملة طلبنا من اي حدا في امنية لامه حابب انه يحقق لها اياها انه يبعث لنا هاي الامنية. وكان في معانا عدد من الشركات الشريكة اللي قالت انه احنا بدنا نتبنى هاي الاحلام ونحققها للامهات. من بين هاي الشركات كانت شركة جوال، وبعد ما بنتك سيرين بعثت لنا وحكت لنا انه حابة انه تحقق لك امنيتك، شركة جوال تبنت هاي الامنية. امنيتك شو كانت انتي؟ امنيتي اني تكون لي غرفة مستقلة وحمام وكل اشي بعيد، لانه حمامي اللي هو هون انتقلنا جديد على هذه، حمامي بعيد، فمعي سكري طول الوقت وانا بالحمام طول الوقت، فبدي محل قريب عشان الحمام يكون قريب علي، والبيت برضه كله في قلب البيت. هالأمنية تحققت. سيرين بتقول لي بدي خلص حققت أمنيتك، وما احناش خبر لمبارح. يعني من امتى بتتمني انه هذا الحمام يكون بغرفتك؟ هو هون هاد جديد، انتقلنا من سنتين ثلاثة انتقلنا هون، فلسه حجينا، وبرضه من جوال اخذنا، من جوال برضو بالطريق اخذنا هي شنطة، واخذنا حظكم مع جوال حلو يعني. حظنا مع جوال برضو اخذنا هذا اشياء مخدة، واخذنا كله من جوال. حجة شو بتحكي للصبايا والشباب ولادك؟ بتمنى لهم التوفيق، بتمنى لهم للكل التوفيق، للشباب يتمنوا اللي بدهم اياه وياخذوا الامنية تاعتهم طبعا. الكل يا حرام فديء، والله الكل فديء، لانه شايف الوضع كيف، والكل فديء يا حرام، الكل يا حرام بده يتجوز، بدهم يرسموا لحالهم، كلهم في بدهم مستقبل. واحنا بنقول لك الف سلامه عليكي، وكل عام وانت بالف خير، وان شاء الله بتضلي لهم وبيضلوا لك هيك، وبيضلوا دائما يفكروا فيكي وبانهم يبسطوكي ويفرحوكي. يخليك يخلي امك ويخلي امياتك. واحنا بشركه جوال يعني حبينا اول شيء نعيد عليك ونحقق لك هالامنيه، ولو انها بسيطه شوي صغيره، بس يعني مشكوره سيرين اللي دخلت الطلب. واحنا يعني اليوم برضه بصادف في يوم الام بنقول لك كل عام وانت بخير، ويديمك فوق راس الشباب. يعني الشباب انا صحبه من وياهم من هم وصغار، يعني احنا وصغار، فالله يخلي لك اياهم، هم ما بيقصروا. واحنا يعني برضه بشركه جوال حبينا نقول لك كل عام وانتم بخير، وان شاء الله انه بدنا نحقق لك هاي الامنيه، واحنا جاهزين باللي بدك اياه، واحنا بنكمل مع الشباب بقيه الامور. ربي يطول عمرك ويخليك.